طبعا اول شيء احنا معركة عاصفة الجنوب، يعني نظام عاملين قصفنا قصف ممنهج، واحنا عم نرد على النظام نفس الشيء. طبعا امن حاليا لانه احنا مسيطرين على المكان. طبعا هاي نقطة سيطرة. وين الجيش؟ بنفس المكان؟ لا شوف هاي مبين عليك البناء. اذا بتطول بالرصد هون بتشوف لهم حركة كل ساعتين على تبديل النبض. This is Daraa, the city in southern Syria where the revolution against Bashar al-Assad began 4 years ago. While much of rebel-held northern Syria is in the grip of conservative Islamists, in the south, the largely secular rebels of the Free Syrian Army's Southern Front continue to struggle for a democratic Syria. No Western journalists have been allowed into southern Syria for more than 4 years, but Vice News has gained unprecedented access to the FSA, following the Falujat Horan Brigade, led by Zakaria Aboud, known to his men as Abu Hadi. Their goal is to capture Daraa in an operation known as Southern Storm. This is the first step towards their ultimate goal, Damascus, the stronghold of the Assad regime. احنا هسه على مدخل مدينة درعا الشرقي اللي هو هاي خط التماس المباشر بيننا وبين النظام. هاي كلها كان فيها جيش وكان فيها حراسات. تم دحر الجيش لبعد السنتر. محافظة درعا هي الأقرب لمحافظة دمشق. راح يتم الانتقال من المعركة اللي هي داخل مدينة درعا لخطوط حماية خطوط الدفاع الأولى عن محافظة دمشق. راح يتم مهاجمته بأي مكان راح يتجمع فيه. هون في ميزة إنه الجيش ما راح يظل منتشر إذا تم انسحاب الجيش من مدينة درعا، والإشي هذا بيعطي أفضلية للهجوم. راح تكون أقرب لدمشق وراح يصير ضغط من الداخل وضغط من الخارج اللي هو قوات الجبهة الجنوبية. Despite having been seriously injured twice before in battle and having lost sight in one eye from shrapnel wounds, Abu Hadi, who was a plumber before the revolution, insists on leading his brigade on the front line. حاليا الدشمة كل فترة هي عم تضرب باتجاه الشباب طلقات قناصة، لأنك شايفون هاي الطوب كلها. هم عارفين احنا متواجدين هون، مثل احنا ما احنا عارفين انهم هم متواجدين بالسنتر وحواليه. نفس الشيء النظام عارف ان احنا متواجدين هون، يعني حتى في عساكر صرنا نعرفهم بالاسماء خلال هم ما كانوا ينادوا لبعض، والعساكر بتعرفنا بالاسماء. هاي المرحلة الثانية من معركة عاصفة الجنوب. تم التجهيز لمعركة عاصفة الجنوب تقريبا من فترة أسبوع، ولكن النظام قام بردة فعل كبيرة جدا وتمثلت بقصف المناطق المدنية، قصف عشوائي جدا ما أدى لسقوط ضحايا بأعداد كبيرة، كانت أغلب الضحايا من الأطفال، بحيث صار في أولوية وضرورة وحتمية لإزالة النظام. وإن شاء الله القفزة الثانية راح تكون باتجاه الدار اللي عم نستهدفها حاليا. طب هادي صوت سلاح الرحلة. ها؟ صوت سلاح الرحلة. مجرم أكثر الآن. الله يحميهم. عادي عادي. يلا 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 يضرب عليه 10 صور يجيبوه ربع ساعة خلص. ما عليك. كمل لي رمايات على أهداف اللي أعطيتك إياها. أيوه. راسل لي المضادات المفروزة اللي عندي على القطاع. أنصار السنة. ارفعها ارفعها لفوق، ارفعها لفوق شوي بتيجي بالبناء بتهده. ارفعها لفوق شوي بس لا تروح الغبر. يلا اجت بالبناء؟ ما اجت بالبناء؟ لا لا اجت بالتراب، بس ارفعها لفوق شوي بتيجي بالبناء مباشرة. اي بنص البناء، الله اكبر. اصابات محققة بنص البناء، الله اكبر. كمان طلقة، كمان طلقة على دار الخميني.
Abu Hadi then led us to his brigade's most forward position. بس ممنوع اطلاق النار اذا ما اعطيتكم امر وتقوصوا على هدف محدد. احنا حاليا هاي اخر نقطه متقدمه مواجهه مباشره مع قوات النظام. هاي الابنيه كان فيها جيش. هاي الابنيه تفرج هذي مشان تسوي هذي الابنيه اللي على اليسار احنا نسميهم تقلد الوسام الاول تقلد الوسام الثاني. بس قول لواحد اخذ وسام ما فورا بيعرف انه تصاب. كل الشباب الموجودين برصيدهم 5 أو 6 إصابات. Recent rebel victories in Daraa have come at a heavy price. The regime can count on air power that the rebels don't have. Across Syria during 2015, barrel bombs dropped by the Assad regime have killed more people than the Islamic State and Al-Qaeda put together, according to human rights organizations. نحن رجال الإطفاء والدفاع المدني نقوم بإخماد النيران على منازل المدنيين. صعوبات العمل، لا يوجد لدينا أي سيارات إطفاء. نقوم بإخماد النيران بالمعول وبأيدينا وما موجود لدينا. جا طيران يلا بعد ثلاث يا شباب. في طيران قريب على والله جد والله العظيم These men are part of the civil defense, a completely volunteer-led emergency service which attempts to fill the void in Syria's war-torn infrastructure. Despite the risk of attack, these workers continue to put out fires and pull civilians out of the rubble all through the night. We wanted to find out more about their work, so the next day we went to meet them at their base. الإصابات مش مسجلين هون غير واحد سجل 7 عدد البراميل 4 وتقريبا 7 صواريخ غراد انتوا عملكم مستمر 24 ساعة؟ مستمر 24 ساعة مناوبين 24 ساعة عندنا زمر مناوبة كل زمرة 24 ساعة كاملة فريق دفاع مدني متكامل من طبيين أو إنقاذ أو رفع إنقاذ عن نحن واجبنا إنسان في إسعاف إخوتنا المدنيين إسعاف إخوتنا المجاهدين وفي إسعاف الأطفال والثكالى واليتامى والمستضعفين والمسنين سنبقى على العهد باقين بإذن الله تعالى مخلصين لله تعالى It wasn't long before a call came in and the team headed out again in the direction of a bombing. الزمن سرعة الزمن شنو مخطر هذا الزمن مخطر الزمن تعشير تعال معنا شيروا يا زلمة شيروا يمشي يا الله
With both civilian and military casualties a daily occurrence, we wanted to see how the hospitals under rebel control were coping with the constant demands of the war. We headed for a field hospital on the outskirts of Daraa, minutes after a barrel bomb landed nearby. غصبا عنك بده مقطوع يعني شو ضلك يضل هيك؟ قوم راجع يا دكتور ذبح قطب عمي يا يمه يا يمه يا يمه. This man was one of Syria's more than 7 million internally displaced people. He fled to Daraa from a nearby town for his own safety. احنا مو ضد اي فكر اسلامي، لانه الاسلام هو دين الحياة، هو خلق جميل، ولكن الفهم الخاطئ للاسلام والعالم اللي فهمان الاسلام خطا، انه الاسلام وعم راح ينتشر بحد السيف، فهم مخطئين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بالفتوحات كان يوصي الصحابة بانهم ما يؤذوا طفل ولا يؤذوا شجر ولا يؤذوا كبير ولا يؤذوا دابة. تصور انه كان يوصي انهم ما يؤذوا دابة، فكيف احنا بدنا احنا نقاتل المسلمين او المسلمين يقاتلونا؟ لانه اكيد راح يطرأ بعد هالشيء كثير انعكاسات على الارض. راح تفوت المنظمات الدوليه بعد ما راح يصير انسحاب للجيش او خروج الجيش او كسر الجيش، وراح نساعد احنا والمنظمات هاي لحتى تحقق. راح نتحول فورا من تشكيل عسكري عم يقاتل النظام للتشكيل العسكري أهمه هو تأمين الحماية للمدنيين وتأمين حاجياتهم وبناء الأرض وإعادة الحياة. بنحرق عليهم قوات الأسد عشان نقعد لها. والله يا بشار جايينك على القصر الجمهوري، والله العظيم يا بشار جايينك على القصر الجمهوري. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. صف الطفل عندنا بدال ما يعرف أنواع الألعاب وأنواع النشاطات وأنواع الرياضات، صف الطفل خبير بأنواع الرمايات، سواء رماية الهاون لرماية القاذف ولا رماية البيكسية، ولا بيميز بين الطيارة الحربية اللي هي الميج والطيارة المروحية اللي هي الهليكوبتر. Abu Hadi told us he was planning a large offensive. He wanted to capture a military base just east of Daraa held by the feared Air Force Intelligence Unit. He called a brigade meeting and invited us to film. احنا وصلنا لمرحله متقدمه جدا بالمعركه هاي اللي احنا قايمين فيها اللي هي عاصفه الجنوب. احنا بدنا نحقق خرق بصفه الخرق، يعني مو جيب خرق، وجاهزين بكره نرجع نحتل تل الحبوب القديم وأثبت فيه 48 ساعة. بالمقابل يكون في أعمال من المطاحن والجوية للتقدم
والتقدم باتجاه الساتبة حتى نصير الواجهة العسكري بارودة ببارودة. The base the brigade was planning to occupy is protected by regime positions amongst a series of grain silos on a nearby hill. الساعة 5 الصبح بتبلش عاصفة الجنوب. عاصفة عاصفة. كلام صحيح. أني بخترق قطاع والجوية والمطاحن بتخترق قطاع والقطاعات هذيك بالشاغل مشاغلة مضبوطة الاختراق. راح نظل محافظين على مواقعنا ومسيطرين، راح نتقدم بقوات بشرية اقتحام ونحتل المواقع هاي لحتى نجبر النظام للتراجع اللي بيسلم نفسه طبعا له شروط عندنا، واللي بيظل يقاوم احنا لنا حق الدفاع عن نفسنا. The operation was planned to take just 2 days, but 5 days later, Abu Hadi's men were meeting stiff resistance. Although he has been told many times that he does not need to go to the front line himself, Abu Hadi prefers to lead his men from the midst of the battle. يا حجي ابو جلال وراي انا عند التيل قدام والله عند ابو هادي يا ابو عباس انا قدام بالدار اللي قبل ابو هادي بس ما ليش ملاقي حدا يا ابو عباس انا جنبك عند التيره جنبيك اعطيني بطاقتك بالضبط With the situation for the operation becoming critical Abu Hadi dropped out of radio contact انا عند التيره قدام والله عند ابو هادي الشهيد بإذن الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يلا يا رب الله يتقبلك أبو هادي قائد لواء قبيلة حوران حسبنا الله ونعم الوكيل رحمك الله يا أبو هادي أبو وجدي وجعل مقام أبو هادي was killed when a tank shell hit his position near the hill they were trying to capture from the regime. The offensive that he had planned stalled without taking any territory. In the days following Abu Hadi's death, the brigade regrouped under new command and resumed the offensive. نحن مستمرين في هذه المعركة مع أنه الألم والحزن بفقد أبو هادي كبير ندعو له القبول المعركة مستمرة وسندك عروش
قوات النظام المجوسي، وإن شاء الله سوف ندك عروشهم، والحمد لله لو لم يبقى منا أحد مستمرين بالمعركة حتى النهاية. قسما يا قوات النظام سوف نقوم بالدأس على رقابكم وسط مدينة درعا. قادمون يا درعا، قادمون يا درعا، قادمون يا درعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. روح. الله اكبر، الله اكبر. فيها من فوق فرزت. الله اكبر. الله يرحمك يا ابو هادي. الله اكبر. قمنا بتحقيق اهداف على المطاحن. الله اكبر. عزة لله. After rapid advances in spring, since June, the southern storm offensive has taken just a few blocks in Deraa. In that time, local activists say that more than 200 fighters and 400 civilians have been killed. Sheltered from international attention due to the tightly controlled Jordanian border, the southern front of the Free Syrian Army continues to fight the battle they begun 4 years ago, for Daraa and a Syria free of Bashar al-Assad.